لم تعد كما كانت برامج للمحادثات أو مجرد وسائل الترفيه، وإنما أصبح لها تواجد قوي ومؤثر. في الفترة الأخيرة لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في معظم الأحداث، وفي بعض الأوقات تصنع الحدث، بل واستطاعت في كثير من الأحيان أيضاً أن توحد الجموع على هدف واحد. وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تعرف بوسائل الضغط الاجتماعي، صورة قد تشعل غضب العالم وتقلب الرأي العام رأساً على عقب. هاشتاج قد يغير الكثير من الظروف والأحداث، فأصبح التأثير أكثر وأكبر ويمتد إلى الجوانب السياسية والاقتصادية أيضاً. وسائل التواصل الاجتماعي تحولت مع مرور الوقت إلى منصة شاسعة تلتقي فيها مختلف وجهات النظر، وهو ما يؤدي إلى حراك مستمر. لكن الأمر لا يخلو من الجانب المظلم المتمثل في تزييف حقائق أو فبركة صور أو انتهاك خصوصيات أو نشر شائعات. يوم بعد آخر تزداد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها وتوسعها لدرجة جعلت من هذه المواقع قوة تهتم بها مختلف الأطياف والفئات وتضعها كل الشعوب حول العالم نصب أعينها.